فرختي المتكاملة، كاملة متكاملة بنت ناس، طلعت من الفرن استوت وبقت دايبه دوب ريحتها تجنن. مساءكم رمضاني سعيد. احنا صايمين مش عايزين نقف في المطبخ كتير. وصفتي النهارده هتاخد منك نص ساعه بس وكلها فواتح شهيه. هنعمل النهارده ورقه فراخ بالخضار في الفرن، نص ساعه بس وتكون اكلتك كلها جاهزه جنب شويه رز بشعريه وشويه سلطه. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هنعملها هي تتبيله الفراخ والخضار. بكل بساطه في الكبه بصلايه كبيره مقطعه اي تقطيع عندك، طماطمايه او طماطميتين، انا هنا عندي 2 طماطم وعندي فلفل احمر وفلفل اخضر. دي التتبيله دي هعملها للفراخ وللخضار. بهاراتي بقى للوصفه شويه ملح، معلقتين صغيرين كده فلفل اسمر، وعندي 4-5 فصوص ثوم، عندي رشة بابريكا، رشة كزبرة ناشفة، عندي رشة حبهان باودر تخلي طعم الفراخ تحفة، وعندي بهارات فراخ، وعندي نص معلقة قرفة. جربوها مع الفراخ تحفة. خلاص اخر مكون بقى هحطه شوية خل وشوية زيت، واضربوا الكلام الحلو ده مع بعض ويلا نتبل. معلقتين ثلاثة خل، في اسهل من كده؟ كله كله هوب هوب كانتالوب في قلب الكبة واضرب يا باشا. عندي بقى فرخة اي وزن انتوا تحبوه، كيلو ونص، كيلو 600، غسلتها كويس قوي كده بالشكل ده، بصوا الستايلست مظبطاني يعني. غسلتها كويس قوي وفتحتها من الظهر، بصوا كده فتحتها من الظهر كده، وايه وهفردها بقى كده خلاص. وهاتني الجناحات بتاعتها لورا كده ويلا بينا نتبل الفرخة بتاعتنا. هنعمل فتحات كده في الفرخة عشان تدخل التتبيلة في كل حتة. ويا سلام يا سلام بقى لو انتي متبلها من قبلها بيوم خلاص ونجهزها في التلاجة عادي. هنعمل ايه؟ هناخد التتبيلة كده بتاعتنا التحفة، ريحتها تجنن، هتخلي لكم الفراخ بقى يعني عالمية. تبلي بقى الفراخ كده، حطي كده، حطي في الورك من جوه، من هنا من ورا، تبلي الفرخة كلها خلاص. ما تاخديش التتبيلة كلها، هقولك هنعمل بباقي التتبيلة ايه. عندي هنا بقى شوية خضار هنحطهم ونتبلهم، بطاطس حلقات كده خلاص، عندي كام عود روزماري برضو هحطهم معاه او زعتر يعني اللي عندكم، عندي شرايح بصل، اي خضار انت عايزاه. انا النهارده هحط بطاطس وبصل وجزر وطماطم وفلفل خلاص. حابه انت تحطي كوسه اوكي، بس يعني ايه انا النهارده هكتفي بدول بس. حلقات جزر، حلقات فلفل رومي، قرنين كده فلفل سبايسي لو انت بتحبيه، بيحلوا قوي الوصفه كده وبي ايه بيدوها لذاذه. دي طماطميتين ثلاثه حسب الكميه، برده مقطعه حلقات، كله حلقات. تقدري تقطعي كل الخضار مكعبات لو انت مش عايزه تقطعي حلقات. وعندي كام ورقه لورا. حلو الكلام، حلو الكلام. انزلوا بقى بالتتبيله على كل الخضار ده، غلفوه لي بالتتبيله كلها، غلفوا بقى الخضار ده كله، خلوه بقى تحفه ويشرب من التتبيله بقى هو والفرخ. مش محتاجين نحط اي توابل تاني او بهارات، احنا متبلين التتبيله بتاعتنا يعني التتبيله اخر لذيذه. وكالعاده اي ورقه لازم تتحط في ورق فويل ورق زبده. طيب انت ما عندكيش ولا ورق فويل ولا ورق زبده، تعملي ايه؟ طاجنك الجميل الظريف، شويه زيت كده تحت صغيرين، ترصي خضارك الجميل، تحطي عليه الفرخه وتغطيه باي غطا ينفع يدخل الفرن. ولا ورق فويل ولا ورق زبده خلاص. بس انا النهارده ايه هعملها ورقه ورقه يعني، ورقة زبدة كده، ورقة زبدة كده. ينفعش يا جماعة تحطوا الأكل على الإيه؟ على الفويل. وننزل بالخضار بتاعنا في الأول. فرشوا بقى الخضار الظريف اللي ريحته تجنن ده كده في الصينية خلاص، وحطوا عليه بقى الإيه؟ الكبيرة كده. عايزين تقطعوها قطعوها، انا يعني ايه محافظه على رونقها. شويه التتبيله العظيمه دي وانزلوا، ما تسيبوش اي تتبيله، انزلوا على الخضار وعلى الفرخ. انا كده خلاص خلصت وصفتي. عايزين تحطوا شويه زيت، تحطوا حته سمنه بلدي، عيشوا اللي يعجبكم، بس انا بقلل دهون شويه في رمضان عشان نخرج منه خسين. قفلوا بقى كويس قوي كده. هتدخل الفرن على درجه حراره 200 خلاص، الرف اللي في النص هتقعد لها مثلا بتاع نقول ماكسيمم ساعة. حلو الكلام. هنفتح الفرن ونشيل ورق الفويل ونشغل الشواية عليها 10 دقايق، تاخد كده تان كده
من فوق وتاخد لمعه جميله كده من فوق، وهي بالتتبيله دي هتتحمر. لو انت لقيتيها ما اتحمرتش وعايزه تديها دهنه صلصه اوكي، بس هي هتتحمر وهتبقى زي الفل لان فيها فلفل احمر وفيها طماطم. يلا ندخلها على الفرن وارجع اوريها لكم بعد ما خرجت من الفرن. فرختي المتكامله، كامله متكامله بنت ناس، طلعت من الفرن استوت وبقت دايبه دوب، ريحتها تجنن. شويه رز بشعريه، طبق سلطه خضراء، عملتي اكلك في ساعه. دي خدت نص ساعه، طبعا في الفرن بتقعد ساعه، الرز ربع ساعه والسلطه ربع ساعه. الف هنا وشفا على قلبكم، يا رب الوصفه تعجبكم. قولوا لي رايكم في الكومنتس. اشوفكم على خير، باي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.